مرحبا بكم مجددا في قناة الكاشف. إذا كان هذه أول مرة تدخل في هذا الشين، تنساش دير سبسكرايب وشي جيم باش تشجعنا. وإذا كان عندك شي ملاحظة خليها لينا في كومونتير باش نتاحنا نستافدو منكم. كما شفتو في الحلقة اللي كانت سابقة، ندوينا على القضية الفلسطينية والصراع اللي كان نهاية القرن التاسع عشر حدود العدوان الثلاثي أو حرب 1956، وأبرز المحطات اللي كانوا يدوزو في تلك المرحلة. وكنا ناقشنا الاتفاقيات اللي كانوا يدعو والحالة السياسية في فلسطين قبل مرحلة الانسداد وخلال مرحلة الانسداد وبعد مرحلة الانسداد البريطاني. اليوم نخليكم مع الجزء الثاني من هذه الحلقة، واللي غيبدا من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في 1964 مرورا بحرب النكسة في 1967 وأبرز المحطات اللي كان يدازو من وراء الشيء. سنوصلو صفقة القرار اللي كان دار نضال ترامب سنة 2020. عام 1964 تأسس منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة سياسية شبه عسكرية، واللي معترف بها من طرف الأمم المتحدة والجامعة العربية، وكممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين. تأسست من بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس باش تمثل الفلسطينيين في المحافل الدولية، وفيها معظم القصائد والأحزاب الفلسطينية، من بينها حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الشيوعي. وكي تعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها هو رئيس الفلسطين والشعب الفلسطيني في الأراضي اللي فيها السلطة الفلسطينية. و 5 يونيو 1967 وقع واحد الملحمة كبيرة تسمى بحرب 1967 أو النكسة، ما بين الكيان الصهيوني من جهة وما بين مصر وسوريا والأردن والعراق ولبنان من جهة أخرى، وكان بدعم لوجستي من طرف الجزائر الكويت ليبيا المغرب باكستان ومنظمة التحرير الفلسطينية والسعودية والسودان وتونس. استمرت هذه الملحمة لمدة 6 أيام وانتهت بانتصار الكيان الصهيوني، لم يحتل قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية. ويتم التهجير ديال المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني لدوار الجوار. هاد الحرب خلات هزيمة نفسية بالجيوش العربية بعد ما فقدت ثقة في قدراتها العسكرية والقتالية، في حين ارتفعت معنويات الجيش الصهيوني. الكيان الصهيوني غيضم القدس الشرقية اللي كانت في هذه المرحلة تبع الأردن، ويخلي المدينة بأكملها عاصمة موحدة للدولة العبرية، ويزيد ينهب الكثير من الثروات ديال الضفة الغربية وبخصوص الثروات المائية اللي فيها. ولات حرب النكسة علامة انهزام في التاريخ العربي والفلسطيني، خلات تداعيات مهمة على منظمة التحرير الفلسطينية، وينتج عليها تأسيس فصائل جديدة عند الفكر الماركسي، ويبدأ انتشار الفدائيين الفلسطينيين يكتعل،
خاصة في الأردن ولبنان وسوريا، وتبدأ المقاومة من خارج فلسطين. وفي عام 1960 رأت قوم واحد لمواجهة ما بين قوات الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين من جهة، وقوات الجيش الصهيوني من جهة معاكسة. القوات الصهيونية حاولت تحتل الضفة الشرقية من نهر الأردن، وعبرت النهر تحت واحد الغطاء الجوي كثيف، وصدت لها قوات الجيش الأردني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت تسمها واحد القرية سميتها قرية الكرامة. واستمرت هذه المواجهة أكثر من 16 ساعة، وغتنسحب القوات الصهيونية وغتمكن القوات الأردنية ومنظمة التحرير من الانتصار. منظمة التحرير الفلسطينية غتكون دولة داخل دولة، ومتجاهلوا القوانين للدولة الأردنية. وفي 10 سبتمبر 1970 غيختطفوا 3 طائرات مدنية أجنبية، ويأخذوا المواطنين الأجانب كرهائن وينسفوا الطائرات قدام الصحافة الدولية. وهنا ملك الأردن الملك حسين غيأمر الجيش الأردني بمواجهة القوات الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. القوات السورية غدت توحد مع القوات الفلسطينية ويجمع الجيش الأردني، ولكن غيتغلبوا في آخر المطاف وغتنسحب القوات السورية. هذه المواجهات سمت بعينه الأسود. البلدان العربية غضغط على الملك حسين باش ينهي هذه المواجهة، وغينعقد مؤتمر القاهرة ما بين الملك حسين وياسر عرفات برعاية جمال عبد الناصر باش ينضموا وجود الفدائيين، ولكن غيتجدد الصدام بيناتهم مرة أخرى في 1971، وغتطرد القوات الفلسطينية من الأردن نهائيا، وغيمشيو للبنان. شي أطراف لبنانية رفضت نزوح الفلسطينيين للدولة اللبنانية. وفي نهار 13 أبريل 1975 غتهاجم ميليشيات حزب الكتائب اللبناني اليميني الفلسطينيين في واحد الحافلة في شرق بيروت. هاد الهجوم غيخلي الفلسطينيين يتحالفوا مع اليسار اللبناني، وغتشعل الحرب الأهلية في لبنان 1975. يوليو 1976 غتدخل القوات السورية لهاد الحرب، وغتولي القوة الأقوى في لبنان، وتسيطر على بزاف المواقع الاستراتيجية. وفي 14 مارس 1978 القوات الإسرائيلية غادي تدير غزو لجهة جنوب لبنان، وغتلقى احتلال الأراضي اللبنانية كان سهل بحكم الحرب الأهلية اللي كانت فيها، وغتسيطر على 10% من جنوب البلاد. هاد الاجتياح اللي دارو الصهاينة غيخلي منظمة التحرير الفلسطينية غتغادر من لبنان 1982 واحد الحماية دولية ما بين أمريكا وفرنسا وإيطاليا، وغتمشي أزيد من 14,000 مقاتل فلسطيني سوريا وشي دول عربية أخرى، بينما القيادة الفلسطينية غتمشي لتونس. وفي 10 أغسطس 1982 تونس غتستقبل زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات والعناصر اللي كانوا معاه، وغيتاخدو من تونس مقر لهم لمدة 10 سنين. 8 ديسمبر 1987 واحد الآلية عسكرية صهيونية غتصدم على مجموعة من العمال الفلسطينيين في بيت حانون بصورة اللي هي متعمدة. هاد الحادث غيخلف 5 قتلى وإصابة ديال 7 جرحى، وكامل من واحد المخيم للاجئين اللي كان من أكثر مخيمات ضد ازدحام السكان. وغطت انتفاضة الغضب انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي النهار الثاني غتوصل الانتفاضة المدن والمخيمات الضفة الغربية. خرجت المظاهرات الغضبة من كل بلاصة واصطدمت القيادة الصهيونية. ورغم أن هذه الانتفاضة كانت شعبية وما تخدمش فيها السلاح، ولكن الجيش الصهيوني غيتعامل معها بكل قسوة. وغتبدا الطائرات بإلقاء القنابل الدخانية المسيلة للدموع باش يفرقوا المتظاهرين، بينما الجنود غيخدموا السلاح ويطيحوا 10 قتلى وجرحى. هذه الانتفاضة غترجع القضية الفلسطينية للصدارة العالمية من جديد بعد سنوات الإهمال السياسي، وكان من أهم النتائج لها أنها حيدت الخوف من الشباب الفلسطيني، وبالتالي تمكن بالمقاومة الفلسطينية اللي كانت مرتبطة من قبل بعمليات الخطف والتفجيرات والعمليات المسلحة. حيث أشهد الانتفاضة قادوها التلاميذ والشباب بالحجارة بدون أي دعم إقليمي ولا دولي، وتواجهوا مع القوات الصهيونية بأرض الشرطة. وما كان عندهم والو من غير الحجارة والعلم الفلسطيني. استمرت 6 سبتمبر 1993 بعد توقيع ديال اتفاقية أوسلو بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية.
الاختراع اللي كانت من البداية حتى النهاية الانتفاضة شهدت بزاف الأحداث، من بينها تشكيل حركة حماس في البطال في صوب 1983 وطرف الشيخ أحمد ياسين وسبعة من كبار قادة جماعة الإخوة المسلمين العاملين في الساحة الفلسطينية، واللي كان يعتبر رأسهم امتداد جماعة الإخوة المسلمين اللي كانت أساس في سنة 1928. وكانت هذه البداية ديالهم في الأعمال الجماهيرية ضد الاحتلال. وكانت حماس رمزت أنها تدخل تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. 15 نوفمبر 1988 المجلس الوطني الفلسطيني غير استقلال دولة فلسطين على جزء من أرض فلسطين التاريخية. دورات الانتفاضة اللي كانت في الجزائر من خلال ما يسمى إعلانيان وثيقة إعلان الاستقلال ويتعزف النشيد الوطني الفلسطيني. أثار فاز بعد الاستقلال أزيد من 150,000 دولار. منظمة التحرير نشرت 70 سفير فلسطيني في عدد من الدول المعترضة بالاستقلال. وكان الشاعر محمود درويش هو اللي كان كتب ليهم وثيقة الاستقلال. الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات هو اللي كان قرا. منظمة التحرير ترتبنا رسميا خيار الدولتين في فلسطين التاريخية ويعيش جنبا إلى جنب مع الصهاينة بسلام شامل، حيث من عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين على الأراضي اللي تحتلات في عام 1963 وتحديد القدس الشرقية عاصمة اليوم. نوفمبر 1991 قد تعقد مؤتمر سلام في مدريد في إسبانيا على ودية حرب الخليج الثانية اللي بدأت غزو العراق في الكويت عام 1990. هذا المؤتمر غيش من مفاوضات سلام بشكل ثنائي ما بين الكيان الصهيوني وما بين كل من روسيا ولبنان والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكان شي محادثات في هذه المفاوضات اللي بدأت في المواضيع اللي كانت تدور بتعاون جميع الأطراف. أعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار 242 الصادر على مجلس الأمن واللي كيحمل اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني كدولة. وفي 13 سبتمبر 1993 الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية ويقعوا معاهدة أوسلو، وهي اتفاقية سلام كتعطي الحق للفلسطينيين في إقامة سلطة حكم رئاسي. ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني بقرار بإوقاف الغزة واقتراع ديال 5 سنوات. ولكن في المقابل خاصها تعترف منظمة التحرير بالكيان الصهيوني كدولة، وشي مفاوضات أخرى متعلقة بالخبز واللاجئين والسلطانات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع الجهة الأخرى. وفي 10 أكتوبر 1993 تونس تأسس السلطة الوطنية الفلسطينية اللي كانت نتاج لمعاهدة أوسلو. كانت أسست على أساس إعلان المبادئ ما بين الفلسطينيين والصهاينة حول الحكم الذاتي بشكل مؤقت على أساس تكون مفاوضات مدة سنين. وفي عام 1996 انتخب ياسر عرفات رئيس على مناطق الحكم الذاتي ويتغير بعض البنود اللي كانوا في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت كتدعم القضاء على الكيان الصهيوني ويبتلوها بمحاربة الإرهاب. في سبتمبر عام 2000 ردد الانتفاضة الأقصى احتجاجا على زيارة أربي شارون اللي كان مطورت بزاف المعتذر في حق الشعب الفلسطيني وشاركت مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية في هذه الانتفاضة، ويقعوا خسائر بشرية ومادية كبيرة. والحكومة الصهيونية غادي تتهم حركة فتح التابعة لمنظمة التحرير وكتائب شهداء الأقصى بالإرهاب، وتوصفها كذلك الإدارة الأمريكية باش وتولي على قائمة المنظمات الإرهابية المطلوب محاربتها وتفكيكها، وتولي المنظمات الفلسطينية براسها ما بين ضغوط صهيونية وما بين ضغوط أمريكية. في عام 2002 ملك السعودية غيطلق واحد المبادرة السلام في القمة العربية بيروت، وكان هدف هذه المبادرة هو إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1963 وعودة اللاجئين وانسحاب الصهاينة من هضبة الجولان المحتلة. في المقابل يكون اعتراف وسط بين العلاقات ما بين البلدان العربية مع الكيان الصهيوني. نهار 27 نوفمبر 2008 قوات الاحتلال الصهيوني غشت حملات عسكرية على قطاع غزة والشرط على إطلاق صواريخ قسام اللي كانت على يد عناصر من منظمتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين. وكانت هذه العملية أكبر مجبرها من قبل الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين من حرب 1967، ويبلغ عدد الضحايا خلال 22 يوم أزيد من 1905 ديال القتلى
وأكثر من 5,000 من الجرح الفلسطيني. 2017 كيان صهيوني غير القدس عاصمة وتتعب بالولايات المتحدة الأمريكية، ونار الفلسطينيين غيروا علاقتهم مع إدارة ترامب. 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مصطلح صفقة القرن اللي كان اقتراحه لإنهاء الصراع الصهيوني الفلسطيني، وضع صفقة الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة لإنهاء حق الهجرة.